في واحد هان رن علي لكن حي وشارد حي، نشوف اذا ما لازم نطلعها ولا لا. هاي الجامع صح؟ جامع التقوى على اليمين وتحت شارد بخزانة الكهرباء الحي. من الجامع النزل اللي تحت معاي جيب ازرق، هيك جيب ازرق انا بزمر لك شايفني تحت. ايش في على الشمال؟ في على الشمال دغري دغري. وين تحت يا زلمه؟ في دغري وفي شمال. طيب ها الشمال شايفني انت؟ اه شايف. على الشمال عفوا. لا على الشمال. على الشمال اه على الشمال. اول ما شوفيه هاي فيها عمارة على يد الشمال. لا على يد اليمين. اه في حجر ابيض مبني. اه عندها ماشي. هين سلام. هاي الشباب هيك بسوي. وين؟ هيك امسك وتطلع انت. ليش طلعش؟ وين هذا شو؟ هذا اه البقلاوية هاي مش 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 حي فلسطين. كان خمسة في المية. هاي مش حي فلسطين البقلاوية. بدك تنفس التنين كان خنكة حرام. يلا ادخلي. وين الكبيرة؟ كبيرة جوا تحت خزانة الكهرباء. هكي بنشوف. سمى هاي؟ لا لا جبل فلتها على الجبل قاعد. شو رايك؟ لا لا خليها خليها. ليش؟ خزق خزق معك شو تقصد التنينة بشفرة بسرعة. بلاش تنحني تعالي شوف وين. هاي هاي مشكلة هاي والله يا معلم. مشكلة كبيرة معلم. هي كمان فرخ كبير. طب استنى وين بتودي هاي؟ اه جوا بتلاقيها جوا بالطوب. في شيء تنزل تحت هيك؟ العقد تحت والطوب والحيطان بتلاقيها. بتلاقيها جوا جوا بيت. والله ما بعرف هذا شغلك هذا. صحبت هان؟ لا هان شو احفر لا. هان هان. لا لا. بجوز تفتح هاي الخزانة؟ الحيط ورا الخزانة هان بنفذ على هاي؟ بنفذش عليها. المدخل الوحيد هان. حبيبي فيش مجال هاي إلا تدي دنيا كلها. أنا بقول بلزمش. الحي شبه هاي؟ اه بس على شكار فيها. مش مشكلة على صفار قصدك؟ على صفار. زي هاي؟ اه. بعد مش سامة بتخوفش. انساك منها. اه؟ انسى لانه حرام تخرب الدنيا. تعود تطلع الاسماء انت مش بتروحوا الليلة؟ اه لحالها بالليل بتطلع بتضلش يعني. اهم مش عشان صغار اطفال يعني. لا لا تخافش مش سام الحي. ابراهيم وينه؟ شو بينات؟ لا شو تبين هذا جوا في عندك انا شو اسمه مغاير. السلام عليكم. سلامات. شو اخبارك؟ الله يسلمك. شفناه صغير مش سام لسه؟ اذا مقلب حالك كهرباء يا زلمه. سفيان
اسمع مش سام هذا النوع. وبعدين حرام تخرب، بدك يفحر خليه يفحر. ما يفتح شوي، مش مشكلة، احنا نروح الطوب. وين بده يفتح؟ ما تحت، شو رايك؟ خليه يفتح من ورا. من ورا؟ من ورا. حكيت كل البرابيش هذول نزلت تحت. البرابيش في مجال تنزل تحت؟ هيك تفوت تخبى ولا فيش مجال؟ لا فيش مجال. طيب لو كمت كل الطوب تكع الخزانة ولا واقف؟ طلع الخط اللي جاي. الخزانة على ايش قاعدة؟ على الطوب هذا. على الطوب، معناته إذا كمت الطوب بتكع لا؟ نعم. قصدي لو فتحنا لك شوي بس. ما وين بدك تفتحها موجود غميق غميق. من هين تفتح لو فتحت أنا مش عارف. في مادة احنا جبناها لطرز وبتطلع ممكن؟ لا. بتطلع لحالها بالليل. بالليل ما نعرف تطلع لحالها. طيب خلص دشرها للليل تطلع ثاني يوم وتوسمها. شو نسوي بعدين لما طلعها؟ لا بتطلع يا زلمة. طب الرش، نرش المادة هاي؟ ولا ترش ولا شيء. نفتح من هاد؟ بدك تفتح من هنا نجرب، بجوز تطلع، بس المشكلة بدنا نرد نفتح من هنا، وإذا شفناها وين بدنا نفتح النهاية، بس أنا بقول حرام ما بنزمش تخرب، طلعش تسوي. نشرها الليلة بتطلع لحالها. بتطلع بتطلع مش راح تضل. الفرخ وين لك يتوه؟ طلعوا ما هم هيك، هلا لحق الفرخ. شكلها دير بالك باكي بيضة جوا الخزانة. لأن الفرخ خمسة. فهل حربت الأم والهذا مسك ال الفرخ. فرخ. غريبة. بتطلع اولادها. انا بطلت الدخان بس عشان لازم مش بطل الدخان. صدق بطلته، خففته يعني كثير كثير. طب شو رايك هلا، شو وضعها من سام يعني؟ لا لا مش سام. شفت انت الثاني هاي؟ هاي ما شفتهاش، بس انا شفت الفرش تبعها. ما شفت الفرش. خلص حط قطمه بالعرض. بالعرض اكيد دخلت جوا العرض. طلع لي في بربيش. الرئيسي هذا هيو جاي. اسمع الرئيسي جاي من عندك. لا هاي في هان بربيش اخضر شايف طالع هان. هذا الخط الرئيسي. هكيت الحية طلع وين الحية موجودة. هان في كهرباء هكيت. افتح تقدر. هذا خطر يا حبيبي. انا ثلاثة فيز. طلع لي شايف هذا المفتاح معك. تقدر تجيب مفتاح؟ لا هذا في شركة بس. مع الشركة؟ مع الشركة. تقدر تجيبها تكون في شيء هم بعدهم يجوا الشركة كيف. المهم هاي هاي يعني بركي بنفذ عليها. كيف بفتحها؟ كيف يا غلبي؟ مرة بخزانة زي هاي على طابق تالي ما تطلع. مشكلة يعني. لازم نفتح هذا شوفي. بتقدر نطلع السيف من فوق؟ لا بنخربه. طب نضرب تحت تبين معك؟ يبينش حق فاضي. هاي كيف تطلع بتلاقيها قاعدة ثانية. انت وين بدك نحفر؟ انت وين بدك نحفر لك؟ اذا بدك تبلع ولا كذا تحفر؟ جرب اضرب لي من هان. تعال اضرب لي بالكونغو بعينك الله. جيب اسمع اضرب لي المنطقة هاي بالكونغو. كيف؟ استنى شوف لحظة. بتطلع على الصوت ابراهيم؟ لا بدنا نشوف اذا شفت حركتها بينت معنا بينت. هي اما ما بينت ايش؟ لا يا زلمة مش قصة. اسمع حرام هاي لما تكسر الوابد يعني شو بلاش تموت. شو بتعمل فيهم انت هذا؟ خذها. طيب ما باخذها بس. ماشي يا ابراهيم دغري اضرب لي من كونغو. ايوه دغري اسحب الليش. ليش فيش كهرباء؟ اضرب. شو بدك؟ هاي هدول يا ليش؟ نازل امام. هذا شكله الكونغو خاف من الحية يا أخي. هاي أول واحد طاب. أضرب. شكله خاف من الحية. مريض. لا حول الله. كنت أشتغل عليه. ليش؟ مش كهرباء. نقي. عندك. أضرب. دخل بس المثلث. أضرب المثلث منيح. أضرب المثلث. أضرب عليه بيده. إيش فيها أنا ضاو؟ أضرب. لازم يجي. Can you send that? Yeah.
بس حيارين امامنا بس. بدك تشيل كل الطوب هون عن بكره الغبيه ونفتح الخزانه هاي. طيب حي معنا غير هيك لا، ودشرها باللي بتطلع لحالها وخلص. هاي الخزانه نفتحها مع الشباب. والطوب اذا شلته اظن توقع هي ولا لا؟ بلغي جنبه بس انه يعني هيك القاعه مسكينه. بس امامك الخيارين هذول غير هيك لسه. انا بقول طلع علي نفر لك حفره شوي. صلي على النبي بس انت. الليله اتركها لحالها بتطلع الحي مش راح تضل ولا عمرها بترجع. معي انت؟ يعني لا لا خلاص هي بتطلع لانه خلص انكشفت هنا وما ضل لهاش مجال. وبعديها انت او اسمع عندي حل ثاني، انت بتسكر هاي 100% بتحكمها بسكرها 100% وخلص سكرها بجميع التسكير. وهذا هو وخلصت القصه. بتموت بدون نفس ولا شيء؟ او اذا في محل بالبرابيش بالارض تحت بتطلع منه لانه البرابيش هاي انا شايفها جايه من الداخل تحت. في تحت بتطلع منه لانه مره حي على الطابق الثالث ماشي في البرابيش طلع على طابق ثالث في خزانه يعني عادي بتطلع. فسوي زي ما قلت لك سكرها وخلص. سكرها ليش خايف؟ الحية مش سامة. تخافش يا زلمة تخافش الحية مش سامة. بعدين هيك ما شاء الله قد الفيل خايف الحية يا زلمة. وإذا قرصتك تخافش بتتعالج يعني. هذا رسم حلو. هذا أحسن شيء خبر عندي. اسمعنا ما شو بدي أقول لك أنا إنه مش سامة هذا خبر. خلص خلص ماشي خليني أروح أنا. يلا حبيبي تعال تسلم. يلا سلامات وغلبناك. لا لا بسيط. خذها هاي معك خذها هاتها. خليتها هان لها امان هان. يلا سلام.